Fortunate that Afshar missed a penalty. للأسف أفشار أهدر ضربة جزاء. I would have I wanted him to score the ball that hit the bar, the post. للأسف كان نفسي برضو إن يعني يرجع نفسيا لو كان سجل جون حط كرة جت في العارضة للأسف. It would make him feel better. كانت هتخليه نفسيا أفضل، كان خليه أفضل يعني إحساسه أفضل عشان هو طبعا كان متضايق عشان ضربة الجزاء اللي أهدرها يعني. But he played very well. لكن هو لعب كويس جدا بصرف النظر عن ضربة الجزاء اللي أهدرها، لعب كويس جدا. And he's been playing well for us. ولعب كويس للفريق. And I spoke to him, so I can see that he was a little bit down. أنا كلمت معاه شوية حسيت إنه محبط شوية. But I tell him I've seen Maradona miss penalty, I've seen Baggio miss penalty. شفت مارادونا وباجيو بيضيعوا ضربات جزاء عادي. Messi miss penalty. وميسي ضيع ضربة جزاء برضه طبيعي. Ronaldo, we can mention. رونالدو كل أسماء اللي ممكن تقولها النجوم كلهم أهدوا ضربات جزاء. It's normal, right? ده شيء طبيعي في كرة القدم.